وصلنا للتو هذا المرسوم الرئاسي الذي يحمل الرقم 056 والذي تم بموجب تعيين السيد ناغوم يامسوم امينا عاما برئاسه الجمهوريه خلفا للسيد بدمراك كورجي الذي استدعى لشغل وظيفه اخرى والسيد عيسى علي طاهر امينا عاما نائبا خلفا للسيد احمد جيت محمد الذي استدعى لشغل وظيفه اخرى حرر في انجمينا في الثالث عشر من فبراير 2017 توقيع رئيس الجمهورية إدريس زبيتنو بهذا المرسوم مشاهدي الكرام انتهت الأخبار ونشكركم على المتابعة